انا شايف ان السبب الرئيسي ان ايفرتون واستون فيلا ابتدى يحصل لهم دروب بعد البدايه الجيده ان هما الاثنين مدربين بتوعهم خاصه انشيلوتي بنوا فرقه كويسه، يعني فرقه 11 لعيب بس، 11 او 12 لعيب. لو خسروا اي لعيب زي ما حصل مثلا مع ايفرتون، خامس مش موجود وريتشاردسون في ماتش بلاك كان موقوف، الماتش الماتشات اللي فاتت في غيابات اتنين بس لعيبه فرقوا مع الفرقه. وانا في رايي ان ايفرتون واستون فيلا عمرهم ما كانوا هيبقوا منافسين حقيقيين على البريمير ليج، لكن الهدف الحقيقي بالذات بالنسبه لايفرتون والواقعي لازم ان هو يحاول يفنش في التوب فور، لان البادجت وقيمه المدرب وحاجات كتيره جدا مع مستوى الفرق اللي حواليه لازم تخلي ايفرتون في التوب فور. والخطوه بتاعت التوب فور دي هي اللي ممكن تخليه السيزون اللي بعديه يبقى منافس على البريمير ليج. انا شايف ان توتنهام يعني رغم كل الشكوك اللي كانت حواليهم ان هم مش هيقدروا يعملوا حاجه، وكانت الميديا بتهاجم بول ميرسون، هاجم مورينيو بشكل جامد على سكاي وقال ان هاري كين مش هيجيب بجوان معاه لان اسلوب لعبه دفاعي وبتاع، لا توتنهام دلوقتي بقى من اكتر الفرق اللي بتحرز اهداف، كين بيحرز اهداف، سون شغال كويس، بيل دخل عليهم واحرز هدف مهم جدا. فتوتنهام فرقه الثلاثه اللي قدام مرعبين، ده كمان ديلي علي ما بيلعبش، ديلي علي لو دخل كمان كبديل، عندهم بدايل كتيره جدا. وانا انا الحقيقه انا فرحان جدا لمورينيو، لان انا بحب مورينيو، فرحان جدا لان كان في ناس بتشكك ان هو خلاص انتهى مدرسه لعبه خلاص بتاع، لكن بيثبت مره تانية مع فريق الناس ما كانتش متوقعه ان هو يكون موجود في المكان ده، بيثبت مره تانية ان هو مدرب كبير، وان طبيعي ان اي مدرب ممكن يحصل له دروبس معينه، لكن يقدر ان هو يرجع مره تانية يشتغل بشكل كويس.